الله. نشكركم تخت شرقي الموجود معانا النهارده في حلقتنا. اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله دايما بولادها المخلصين، ومصر جميله دايما بقوتها الناعمه عبر التاريخ عبر الفن. الفن بقى بمشتملاته سواء فن الغناء او الفنون التشكيليه او الفنون الشعبيه او عبر الادب او حتى عبر المراه المصريه اللي كانت طول عمرها سند للرجل ووقفت معاه جنبا الى جنب في كل الاحداث السياسيه والاقتصاديه. النهارده بنحتفي مع نخبه منتقاه في كل المجالات الفنيه والادبيه للتعبير عن مصر الحقيقيه، مصر الجميلة بقوتها الناعمة اللي مش ممكن أبدا تفقدها بإذن الله، لأن مصر ولادة. بسعدنا النهاردة يكون معانا صحبة جميلة، لكن الأول برحب بطارق. أهلا بك يا طارق. أهلا بك يا نهلا، ومساء الخير على حضراتكم. وبالتأكيد يا نخبة منتقاة، وبشكر كل فرد في ضيوفنا النهاردة اللي شرفونا في مصر جميلة. حقيقة كل شخص منهم بيمثل دور ونوع من أنواع الفنون، وخليني يعني ما كنتش اكون صريح مع حضراتكم انه السعاده النهارده في شكل الالوان اللي موجوده عندنا في الحلقه النهارده. خلوني ما اطولش، خلينا نتعرف على ضيوفنا نهله ونبدا معهم الحوار سريعا. اهلا بحضراتكم، بنرحب بالشاعر القدير عبد العزيز جويده. اهلا بحضرتك معانا، منورنا يا فندم. ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وخير، والى جواره الفنان القدير، سواء بدايته مع الفنون الشعبيه ثم التمثيل والانتاج وغيرها من المجالات الاخرى، الفنان سيف عبد الرحمن. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك، استقبلك، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيب وخير. منورنا ايضا دكتور اشرف عبد الرحمن، الاستاذ باكاديميه الفنون. اهلا بحضرتك دكتور اشرف. والى جوارك الجيل الجديد من الشباب المبدعين، المطرب مصطفى النجدي. اهلا بك يا مصطفى. وعلى يمينك بقى طارق. على يميني طبعا الدكتوره ناهد عبد الحميد، والناقده ومديره ملتقى الهناجر الثقافي. الحقيقه مجموعه من الموضوعات المهمه اللي بتناقشها في الملتقى بتاعها، هنعرف اكتر ايه هي الموضوعات دي. اهلا بحضرتك يا دكتوره، منورانا. وبرحب بالدكتوره منى الوكيل، عضو المجلس القومي للمراه، ودور مهم للمراه وفعال. دكتوره منى اهلا بحضرتك ومنورانا. اشكرك. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. الحقيقه مش عايز افوت اللحظه دي. استاذ عبد العزيز جويده شاعرنا الكبير، هاخد من اخر حاجه انت كتبتها، وتاثرت جدا بالمشهد اللي كل المصريين الحقيقه اللي كان رقم واحد على مستوى التواصل الاجتماعي كله، وهو القبض على هشام عشماوي، وده ليه ثأر عند كل واحد من المصريين مش عند الداخلية أو قواتنا المسلحة بس. قول لي كتبت إيه، وعايز أسمع من حضرتك. نبدأ بفخرنا وعزنا في مصر. طبعا يعني شعور من الفخر والعزة. نعم. حقيقي لنا الحق إن احنا نفتخر فعلا بقواتنا المسلحة. صحيح. بخيارتنا السياسية، عندنا حاجات كتيرة جدا في حياتنا حلوة، ممكن لو حطيناها كده، مش عايزين ننظر دائما إلى نصف الكوب الفارغ. نعم. بجد والله. نعم. هذا الحدث تحديدا ترك عظيم الأثر في نفوس كل المصريين. المصريين الحقيقيين، لأن طبعا موضوع زي ما بيقولوا عندنا في البلد طار بايت. طار بايت. ودايما كنا بننادي دائما وأبدا ان احنا مش هنقبل العزاء في الشهداء، لان كل ولادنا واخواتنا اللي ضحوا بارواحهم عشان احنا نقعد القعده دي، عشان النيل يجري زي ما هو كده، عشان مصر تبقى في كل هذا القلق وكل هذا العبق. في ناس بتحرسنا وفي ناس بتحمينا في اللحظه اللي احنا قاعدين هنا، ناس على الحدود احنا مش شايفينها. الناس دي بتدينا كتير جدا جدا، هم راحوا عشان يهبونا الحياه. مش هطول كتير قوي على الموضوع ده، وهقول جزء من القصيدة بتاعت قف ها هنا يا أيها التاريخ، قف ها هنا يا أيها التاريخ، وابدأ بنفسك لحظة التأريخ. مصر الجديدة تستعيد شبابها، والدهر يبلى والسنين تشيخ. قف هنا يا أيها التاريخ، واذكر بفخر أنهم أولادي. أنا مصر، أنا مصر عدت إلى الحياة مجددا، دون بنور ثورتي ميلادي. وانظر إلى الأفق البعيد فإن بدت رأس تدلت إنه جلادي.
هذه قناديل تضيء طريقنا بدمائهم، فرشوا الشموس على جبين الوادي. يا قاتلي يا قاتلي لا رحمة منا ولا، يوما ستبرد نارهم بفؤادي. زهرات عمري كيف قد قطعتها، وبأي حق قد قتلت جيادي. أنا مصر، أنا مصر ما يوما غفرت لخائن ويموت غيظا دائما حسادي. أنا مصر، أنا مصر أثأر دائما لكرامتي، والكل يعرف عزتي وعنادي. شهداؤنا، شهداؤنا نار بقلبي، إنما أجلت حزني بينكم وحدادي. الثأر، الثأر أول ما نريد، وبعده كل يغني خلف هذا الحادي. شهداؤنا، شهداؤنا يا تاج عز في السماء، شهداؤنا يا تاج فخر فوق رأس بلادي. الله 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 الله. دي يعني القوة الناعمة اللي بنتكلم عنها، قد إيه الشعر المصري ممكن يعبر عن فخر مصر، وكمان الفن المصري أكيد بيعبر عن ده. وأستاذ سيف، حضرتك يعني قمت بالعمل جنبا إلى جنب مع فنان قدير رحمه الله يوسف شاهين، ألف رحمة الله، على مدار سنين طويلة حتى توفاه الله، وأنت بجانبه سواء تمثيلا أو إنتاجا. طبعا وأنتجتوا مع بعض مجموعة رائعة من الحمد لله الأفلام. بس أنا عاوز أتوقف حالا عشان الأستاذ عبد العزيز قال يعني الغنى، فقول علي صوتك بالغنى. أيوه أيوه. فيلم المصير. الله. وأخو الخليفة اللي قال إن الأفكار لها أجنحة. أجنحة محدش يقدر إنها توصل للناس. وهو اللي كان عاوز يجدد الخطاب الديني. طبعا. اللي إحنا بنتكلم عنه دلوقتي عشان ننطلق لمصر الجديدة اللي بيتكلم عنها الأستاذ عبد العزيز. إن شاء الله. إن شاء الله. نتوقف عند هذه المحطة ودور السينما المصرية كقوة ناعمة كانت بتخاطب العالم العربي والعالم الخارجي، وقدرتوا توصلوا لكان، وقدرتوا توصلوا ليعني مهرجانات دولية وتحصدوا جوائز. فعلا مصر ولادة، وفعلا مصر مبدعة وخلاقة، وحقيقي ربنا حبانا بيها وادانا زي ما ادانا شمس حلوة ونيل جميل، ادانا ابداع وادانا فنانين وادانا حياة يعني. والسينما، السينما لسه سحر عظيم عظيم عظيم، والحمد لله يعني قدرنا نوصل لجميع مهرجانات العالم. اخذنا في برلين جائزة اسكندرية ليه، اخذنا في كان الجائزة الخمسينية مش هتكرر بعد 50 سنة على فيلم المصير، اخذنا في قرطاج الجائزة الأولى في فيلم الاختيار، فيعني وفي فينيسيا كان نور الشريف مرشح لأحسن ممثل في فيلم حدوتة مصرية. كل ده الحمد لله شاهين وأنا كنا أصحاب من يوم ما عرفنا بعض لغاية آخر يوم في حياته، ما سبناش بعض، كنا مع بعض يوميا على الحلوة والمرة والنجاح يعني ألف رحمة نور عليه. كان فعلا بيحب البلد بجد، وكان مصري بجد، وتعرضت عليه جنسيات تانية رفض كل ده لأنه حبا في أرض مصر وفي نيل مصر وشعب مصر. شعب مصر شعب عظيم، وربنا حقيقي حمانا، وذكر ده في القران وذكر ده في كل الدنيا، فاحنا ما نخافش من حاجه خالص. حتى لو عملوا سد اثيوبيا ربنا هيبعت لنا ميه، عشان ربنا اعظم من كل الناس. عشان كده يا استاذ سيف، الفن بتاع حضراتكم بيعيش وبيؤرخ من اهم 100 فيلم في السينما المصريه. السينما المصريه بقى لها 100 سنه. نعم. وعندنا طبعا اهم 100 فيلم فيهم كتير افلام مصريه كتير، كتير، وكان من ضمنها افلام للراحل يوسف شاهين. يوسف شاهين بكل الحقيقه النجوم اللي كان بيقدمهم. كان من حظي ان انا كنت موجود. نعم. في كل. نعم. خليني اتوقف مع حضرتك في نشوف محطات حياتك بتقرير مع الساده المشاهدين، ونرجع مره ثانيه عشان نكمل حوارنا مع الفن والموسيقى. اشكرك دكتور اشرف ونجمنا الكبير مصطفى النجدي، اتفضلوا يا فندم. عودة مرة تانية مع حضراتكم، وبنتابع الحقيقة كلامنا اللي أنا بشوف إنه مهم جدا عن تاريخ الفن وقوة مصر الناعمة اللي أثرت منذ يعني قرون طويلة جدا، مش في مصر بس لكن في الوطن العربي، ويمكن كمان في أفريقيا كلها. دكتور أشرف، برحب بيك الأستاذ بأكاديمية الفنون والموسيقى المصرية والشغف عند كل الناس، والتاريخ اللي سابته أو سابه عظماءنا من الفنانين الكبار زي الأستاذ عبد الحليم حافظ، الأستاذ محمد عبد الوهاب، السيدة أم كلثوم، ما زلنا بنعيش على هذا التراث، وده الأساس القوي اللي بيتبني عليه الفنون. شايف الفنون إزاي وتقدر تقول إيه الأجيال كتير ما تبعتش الوقت ده؟ طبعا احنا خلال القرن العشرين كانت مصر هي تمثل أقوى قوة ناعمة على مستوى الوطن العربي،
وكل الوطن العربي تأثر حتى باللهجة المصرية من خلال السينما ومن خلال الأغاني. يعني إلى هذه اللحظة كل الوطن العربي بيعشق اللهجة المصرية بسبب الفن. صحيح. يعني الفن كان هو الأساس. صحيح. في الحقيقة لما لو كلمنا عن الغنى نقول أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، محمد فوزي، فريد الأطرش، كل هؤلاء استطاعوا أن هم يحققوا بالفعل، يعني يجعلوا مصر هي، يعني مش عايزين نقول في السينما هوليود الشرق، لا، هي فعلا أساس الموسيقى والغناء في على مستوى العالم. لو اتكلمنا عن القوة الناعمة كأغاني، حتى الأغنية الوطنية لعبت دور كبير جدا في التأريخ لكل الأحداث السياسية اللي مرت بها مصر منذ ثورة 19 إلى هذه اللحظة. وطبعا بعد 52 مرت مصر بأحداث سياسية متلاحقة كثيرة جدا، حتى وقت الهزيمة كانت الأغنية كانت بتصاحب هذا الألم وهذا الجرح، واستطاعت إن هي كانت بمثابة الاستعداد. الأغنية لعبت دور كبير جدا في الاستعداد ل 73. لما نسمع عد النهار، أما نسمع طول ما أملي معايا معايا وفي إيديا سلاح، أما نسمع أحلف بسماها وبتربها، كل هذه الأغاني استطاعت إن هي تمهد لانتصارات 73 العظيمة. فالأغنية في الحقيقة يعني ليست الأغنية الوطنية فقط، ولكن الأغنية العاطفية أيضا مرت بمراحل إلى أن وصلنا بقى لأغاني المهرجانات وأغاني أغاني اللي احنا بنسمعها دلوقتي. أعتقد إن هي فترة وهتمر يعني سريعا بالتأكيد. عايز أقول إن هي لعبت دور كبير أيضا في تنمية الذوق العام وحتى إحساس الحب الحقيقي الطاهر، غير اللي بنشوفه دلوقتي في الـ في الـ يعني أغاني طبعا التكوي. مش أستحي إن أنا أقول كلماتها. يعني كان في حتى في الأغاني تكريم للمرأة. نعم. العيون. الغدا دلوقتي يقول لها هاتي بوسة يا بنت والحاجات حاجة اسمح لنا يا دكتور. نشوف مصطفى، اسمح لنا يا دكتور. يعني أنت بتمثل أي نوع من الغناء؟ أنت بتحب أي نوع من الغناء؟ الغناء اللي بيكلم عنه الدكتور أشرف ولا الغناء اللي طبعا لا هو مفيش غير ده. طب سمعنا على طول. أنا عايز أقول حاجة نهلة كمان، مصطفى النجدي من الجيل بجد اللي الواحد يفتخر بيه، نجم من نجوم الأوبرا، ليه مستمعين وليه جمهور الحقيقة، وصوت أكتر من رائع. وخلينا كده نبدأ معاك بحاجة مصطفى من فضلك، وبعد كده نعود للحوار. يلا نقول أمان عليك. جميل. لو عايز تقوم مع الفضل. فضل. يلا فضل. فضل. أمان علي يا ليل طويل، وهات العمر من الأول. أمان علي يا ليل طويل، وهات العمر من الأول. يا ليل طول على الأرض
القرب ما تمشي يا ليل طول على العشاء وقول للفجر ما يبانشي يهون العمر على المشتاق وسعي القرب ما تمشي يغني يا ليالي على السهرة ترد علي نجوم الليل تقول له كمان من الأول أمانة أمانة رجعنا لحضراتكم من جديد وسهرة فنية ثقافية بامتياز ونروح بقى للنص الحلو وقاعد على الجنب اليمين لكن موجود معانا وشخص بقوة واحب اسال دكتورة ناهد عبد الحميد باعتبارك يعني مدير ملتقى الهناجر الثقافي انا عارفة دايما ان مركز الهناجر يعني هو منارة واشعاع ثقافي بيقدم لنا وجبة دسمة جدا في رمضان بشكل خاص وعلى مدار العام نتكلم عن الوجبة الثقافية الدسمة والمحترمة اللي قدمتوها على مدار رمضان الحقيقه طبعا مبسوطه جدا ان انا وسط القوى الناعمه المصريه بكل انواع غناء وموسيقى وشعر واعلام رائع اعلام مصري جميل بالنسبه للقوى الناعمه المصريه اللي اساسها الثقافه ووزاره الثقافه وقطاع الانتاج الثقافي ومركز الهناجر للفنون الحقيقه العام ده كان عام متميز جدا بالنسبه لوزاره الثقافه على كل قطاعاتها احنا عندنا هتكلم عن القطاع اللي انا بنتمي ليه قطاع الانتاج الثقافي السنه دي كان عندنا في ساحة الهناجر جوه الهناجر وبره الهناجر كان عندنا رمضان زاخر جدا من يوم 6 رمضان ل 20 رمضان خيمة هل هلالك الخيمة الرائعة اللي كانت مليئة ليلة كبيرة والفنون الشعبية والسيرك القومي والحفلات احتفال العاشر من رمضان والحقيقة وملتقى الهناجر الثقافي كان له دور الحمد لله كان مهم جدا في جمع نسيج الوطني وجمع الجسد المصري على منصة واحدة منصة ملتقى الهناجر الثقافي وكان معانا الانبا ارميا الاسقف العام ورئيس المركز الثقافي الارثوذكسي كان معايا الاب جريش وهو الحقيقه يعني متحدث الرسمي عن الكنيسه الكاثوليكيه ومجلس كنائس مصر كان معانا طبعا الازهر ممثل في الشيخ مظهر شاهين وكان معانا طبعا شاعرنا الكبير عبد العزيز جويده اللي مشرفنا ومنورنا دلوقتي وكان احلى اعتقد امسياته كان معايا دكتور اشرف عبد الرحمن كان عقد فني الحقيقه يعني كان بعنوان اعتقد راقه لكل المصريين رمضان ومحبه الاوطان فكانت محبه الاوطان كانت ظاهره جدا من خلال مركز الهناجر سواء في الساحه بره او على مسرح او على خشبه المسرح داخل الهناجر فالحقيقه قوه مصر الناعمه كانت هذا العام موسم 2019 موسم رمضان 2019 كان له دور كبير جدا وكان الحمد لله في رمضان كلنا جالنا هذا الخبر السعيد وهو القبض على هذا الخائن عشماوي الحقيقه ده الحدث الاهم اعتقد في الكام سنه اللي فاتوا واللي احنا كلنا اصبحنا يعني القامه وصل لعنان السماء بسبب هؤلاء الابطال واحنا كقوه ناعمه ماشيين بخط موازي مع القوى الخشنه واعتقد ان احنا زي ما كلنا متجمعين كده بنناقش الفكر بالفكر بنحارب كل الافكار المتطرفه الافكار الارهابيه بنحاربها من خلال جلساتنا اللي احنا موجودين فيها دلوقتي من خلال كل مؤسسات الاعلام طبعا المصري اللي له دور عظيم جدا الحقيقه اللي هو بينقل كل فعاليات الوزارات المعنيه بالجانب الثقافي والجانب الفكري فالحقيقه الكلام عن القوى الناعمه ومعانا فنانين وانا الحقيقه مبسوطه جدا مع الفنان العظيم
سيف عبد الرحمن، حقيقة بتشرف بوجودي مع حضرتك النهاردة وسط الباقة الجميلة من الحمد لله سهرة رمضانية جميلة. الحقيقة يعني الحقيقة ملتقى بيصنف في مصر من الملتقيات رقم واحد تقريبا لشدة التنوع اللي بتقدمه الموضوعات الحقيقة في ملتقى الهناجر مع الدكتورة نادية عبد الحميد. خليني أنتقل لدكتورة هنا الوكيل عضو المجلس القومي للمرأة، كان ليكم فعاليات كتير الحقيقة في رمضان ودور مهم لعبته المرأة مش على الفترة اللي فاتت بس على تاريخ مصر كله، سواء حتى في الفنون أو في الحياة منذ ثورة 25 يناير. دكتورة منى كلمينا من فضلك عن البرامج اللي قدمتوها في المجلس القومي للمرأة في رمضان. طبعا مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على مصر كلها. وانا سعيدة جدا وفرحانة جدا باللي حصل في الحدث الاخير اللي هو القبض على العشماوي ده. طبعا انا بشكر عليه السيد الرئيس وكلنا رفع راية مصر وخلى كل المصريين هامتهم مرفوعة. المجلس القومي للمرأة ليه دور كبير جدا في مصر في توعية والارشاد والتثقيف لكل السيدات المصريات من اول ما ابتدى المجلس القومي للمرأة، وكان هدفه الأسرة المصرية وليس المرأة فقط، هدفه استقرار الأسرة المصرية، الأب والأم والأولاد. حتى لو كان الأب والأم منفصلين أو بعاد عن بعض فلازم يبقى في ما بينهم زي حالة تناغم، يبقى في ما بينهم حالة استقرار، الأولاد يشوفوا باباهم، الأم يعني يبقى في حالة من الاستقرار العائلي، لأن الأم في طبيعتها هي اللي بتربي وهي اللي بتكبر وهي اللي بتطلع أولادها. فعشان يطلعوا أسوياء لازم يكونوا نفوسهم وحابين كل اللي حواليهم. من البرامج اللي بيعملها المجلس القومي للمرأة أيضا حتة تثقيف المرأة المصرية وحملات طرق الأبواب على مستوى مصر كلها وعلى مستوى فروع المجلس القومي للمرأة كله، إن هو بيبتدي يعمل حملات طرق الأبواب وينزل للسيدات في أماكنهم وفي المناطق اللي هي الشعبية وفي المناطق اللي فيها المفاهيم المغلوطة، ويبتدي العضوات المجلس إلى جانب الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات يخبطوا على الأبواب عند السيدات ويتكلموا معاهم عن مشاكلهم وعن دنيتهم وإيه الحاجات اللي بتواجههم في الحياة وإيه المشاكل اللي هم محتاجين يحلوها، سواء بقى اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية. بيحاولوا بكل الأشكال يغرسوا داخل المرأة المصرية كل الثقافة اللي تعمل على تطوير المجتمع اللي تخليها تقدر تربي جيل وتطلع نشأ يبقى هو ده. وعجبني قوي يعني تكرار حضرتك للثقافة. بالظبط. يعني الأم هي اللي بتثقف العيلة. طبعاً الطفل بيطلع واخد كل ثقافته من الأم، بعد كده يخش المدرسة، بعد كده يبتدي ياخد الثقافة من المجتمع، فهي اللي بتأسس وهي اللي بتربي. في طبعاً عندنا مفاهيم مغلوطة كتير جداً داخل المجتمع المصري والمجلس بيحاول يشتغل عليها كلها، منها ختان المرأة، منها الجهل وعدم التعليم، منها زواج البنات في سن مبكر، منها عدم وجود أوراق ثبوتية، منها أن المرأة المصرية ما عندهاش تمكين اقتصادي. يعني ما عندها، في مرأة مثلا المعيلة ما عندهاش مشاريع تشتغل منها أو تتكسب منها، يبتدي يوفر لها المشاريع دي عن طريق وزارة التضامن، وكل أجهزة الدولة بتتضافر كلها مع بعض علشان تعمل على رفعة وعلاء المرأة المصرية وتبقى في دايما هي في المكان الأحسن وفي المكان الأعلى المرأة المصرية. أشكرك. أبو حرك بيتكلمي عن الثقافة المصرية وعن الأجيال الجديدة وإن الأمة بتثقف مع المؤسسات التعليمية وغيرها. فنان والشاعر عبد العزيز جويدة، لما بنتكلم عن القوى الناعمة بنتكلم عن الكلمة. والكلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة اقرأ، وبعدها المفروض أن احنا كنا يعني نزود علاقتنا باللغة العربية ونعمقها أكثر فأكثر، لكن الحقيقة أن احنا نتراجع في علاقتنا باللغة العربية. فأنا ببقى سعيدة لما بنستضيف حضرتك لأن أشعارك باللغة العربية الفصحى وما زلت متمسكا بذلك، رغم أنك أنت بتكتب بالعامية أيضا برضو أحيانا لو عاوز تكتب بالعامية سهل، ولكن التمسك بالفصحى في عالم بدأ يتراجع فيه اللغة العربية وإحساسنا بجمالياتها، وإحنا أصلا كنا أمة بيان وأمة قرآن. فأهمية الكلمة وأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها في شكل يعني شعري أو شكل أدبي مكتوب. هو الـ الـ يعني الـ الـ الأزمة بتتفاقم، وإحنا بنتمنى يعني طبعا اللغة العربية هي هويتنا كلنا، وإحنا لما بنفقد اللغة العربية وجمال اللغة العربية إحنا بنفقد هويتنا. إحنا اسمنا الأمة العربية يعني بتنسب إلى اللغة. ويمكن مصر بصراحة في الفترة الأخيرة احنا كنا بنصدر، احنا اللي صدرنا جمال هذه اللغة إلى كل المنطقة العربية. مصر كانت دائما وأبدا المدرس الرائع الممتاز كان بيبقى مصري في كل البلدان العربية
اتعلموا اللغة العربية من مدرسين مصريين، وجاء فنانيننا العظام كملوا الرسالة. احنا كنا انا لا في اي بلد سافرتها بسمع اللهجة المصرية في الشارع. اتعلموها من مين؟ من الفنانين، من السينما، من السينما والأغنية المصرية. فاحنا بنقول ان الثقافة مشكلة كبيرة جدا، ويمكن احنا السيد الرئيس في الفترة لما الفترة الثانية في الولاية قال ان في ملفين في غاية الأهمية، هما ملف الصحة وملف الثقافة. ملف الصحة حقيقة أبلى فيه بلاء حسنا، شيء رائع جدا. بتمنى الثقافة تنال نفس هذا القدر من الاهتمام من الدولة، لأن أنا بقول مشكلتنا الأولى والأخيرة مشكلة ثقافية. هنتن نقول كده لغاية ما نموت. صحيح. بنقول الثقافة مش هتطلع عشماوي، مش كل دي ثقافة. كل الحاجات الوحشة. كل الحاجة احنا كنا جوال بإيه؟ الحق تصد الأول للإرهاب والحاجات الوحشة. طبعا. الفن والثقافة والسينما والأغنية المصرية. يعني أنا بتكلم. أنا سافرت مؤاخذة. سافرت كل البلاد العربية. لما كان واحد جزائري مع واحد عراقي يتكلموا كانوا بيتكلموا بالمصري. اسهل دي اللغه الاسهل الدارجه زي الانجليزيه من دول العالم كده، كنا احنا الاشهر. ناس حبت الشعر وحبت من الاغنيه من ام كلثوم. المزيكا الحلوه يعني فعلا مصر ولاده ومصر مبدعه ومصر خلاقه، فلازم نحافظ، لازم الدوله تخلي بالها شويه. كانت يا استاذ سيف اهم رسائل كنتوا بتقدموها بشكل سهل وسلس من خلال اعمالكم الفنيه. خليني ارجع تاني للاستاذ عبد العزيز، وليك قصيده مهمه جدا واحنا في ايام مباركه شهر رمضان المبارك عن سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. احبك يا رسول الله الحقيقه، واسمح لي شاركنا برضو فناننا مصطفى النجدي، فنستاذن حضرتك نسمع منها حاجه. هنقول جزء بسيط منها عشان فضل الوقت. اتفضل يا فندم. أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحلم في عمري أحج البيت أعتمر، ولكن حالت الأقدار وبؤس الحال. ستبقى كل أمنيتي أجيئك حاملا عشقي ومعصيتي، وعند الباب وأنت تقابل الأحباب، تصافحهم وتحضنهم، تقبلهم بكل الحب والترحاب، وتعطيهم من الرحمات تعطيهم بغير حساب. ترى دمعي على خدي، ترى دمعي على خدي، أنا العاصي، وها هم غلقوا الأبواب، وربك دائما تواب، فتشفع لي بيوم كلنا آتيه منفردا، بلا مال ولا جاه ولا أنساب. صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار. ولكن يا نبي الله، أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيلا، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد سبقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمانا
حين نراه قد نصرك. وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد. ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير. وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير. وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب. ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة. أنا طفل يداري فيك إخفاقة. ولكن يا رسول الله، أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواق. الله 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 الله، جميل. العظم من الشعر. نعود للفن مرة تانية، ومش بس الفن التمثيل ولكن أيضا الفنون الشعبية. أستاذ سيف، حضرتك فضلت فترة طويلة يعني في فرقة الفنون الشعبية. أنا أحد الفنون الشعبية. حضرتك كنت مع جيل عايدة رياض ومشار اسماعيل كمان. يعني ومشيرة أعتقد انضميت سنة 16 سنة للفنون الشعبية. كنا 16 سنة يعني في زهرة الشباب أول يعني ريعان كده. جميل. طبعا دلوقتي دي أحد الأيادي اللي ممكن نحارب بيها فعلا التطرف والإرهاب، سواء الفنون الشعبية طبعاً. أو فن التمثيل أو غيره. طبعاً. شايف الاختلاف اللي حصل من جيل حضرتك وقت ما بدأت وانت عمرك 16 سنة في الستينات؟ أيوة. وحتى الآن إيه اللي حصل، وهل تراجع اهتمامنا بهذا القطاع، قطاع الفنون الشعبية، وإيه اللي المفروض نعمله علشان يرجع تاني يكون سفير لينا في الدول الأخرى؟ سهل قوي. الدولة تحب الفن الشعبي، تحب الثقافة، تعرف قيمتنا. عبد الناصر عرف قيمة الفن ووقف معاه، وكان عنده في البيت فيلم صلاح الدين بيعرضه لكل الضيوف اللي عنده واصحابه. السادات نفس الحكايه، كان بيحب التمثيل. للاسف ما اعرفش ليه تراجعنا، حرام. ربنا ادانا موهبه من عنده، شيء عظيم. كل الناس بتحبنا، احنا كنا زعماء الامه العربيه، والامه العربيه كلها حبت مصر من فنها، من ايد النعمه الطيبه، الحاجات الحلوه بتاعتنا. ليه نضيع ده؟ وبعدين احنا تاريخنا مليان، تراثنا مليان، بلدنا كبيره، عندنا 29 محافظه، كل محافظه ليها حاجات مختلفه تماما عن صحيح. الاخرى. السودان غير بورسعيد، غير النوبه أسوأ. غير الاسماعيليه، القاهره والصعيد والفلاحين والصيادين والعمال، فين الحاجات الحلوه دي؟ ونجحنا. انا سافرت العالم كله، انا عرضت على مسرح البلشوي، وعرضت على مسرح كريملي، على كل اوبرات العالم، بودابست وبوخارست وصوفيا. طب ليه ما نرجعش تاني؟ كنا حاجه مشرفه لمصر، كنا حاجه زهره حلوه، كانوا بيحبونا. أزمة 67 وكل ده، كنا بنسافر كل البلاد اللي يهود مسكنا وأخويا فيهم، كانوا بيسقفونا، كنا بنقدم لهم الدبكة الفلسطينية. ليه ما نرجعش ده؟ حرام. وبعدين عندنا شباب زي الورد، وعندنا خبراء زي الورد، ولو ما عندناش نجيب نستورد، ما فيش أي مشكلة. دكتور سارة تعكاشة ألف ورحمة ونور عليه، عمل بداية للثقافة المصرية، أكاديمية فنون رقص مسرح باليه أوبرا مزيكا. صحيح. نضيع ليه ده؟ نفسي أفهم، حد يفهمني ليه؟ فين الحب اللي كان بيننا وكان زمان؟ احنا كنا طلبه في الجامعه، كانوا بيدونا اجازه عشان ننجح ونكمل الفن الشعبي ونكمل الرقص ونكمل. اعتقد استاذ سيف انه في جزء مهم جدا احنا افتقدناه كلنا، وهو الانتاج. الدوله تراجعت شويه عن الانتاج، مش قادر افهم ليه. الفني والثقافي والتكلفه، ربما ده السؤال اللي انا عايز اساله لحضرتك. تمن طياره او دبابه، واحنا الحمد لله جيشنا زي الفل، بنكسر اي حد. بتمن طياره او دبابه اقدر اعمل اعظم فيلم، اقدر اعظم ممثل تمثيلي مسلسل، اقدر اعمل فرقه بحالها. احنا عندنا فرق كتيره جدا. صحيح. احنا رحنا عملنا فرق في البلاد العربيه. احنا عملنا فرق في سوريا وفي لبنان وفي الاردن وفي العراق وفي اليمن وفي السودان. المصريين هم اللي كونوها، الجزائر. طب يعني ليه ما نكملش؟ والناس بتحبنا وعايزه ده. صح. لازم الدوله، يعني حضرتك بتنادي بعوده الدوله للانتاج مره ثانيه. الحاجه العظيمه اللي حصلت دي الدوله اللي عملتها. اعتقد ان الثقافه مهمه قوي ليها الدور. فيلم صلاح الدين وفيلم الزوجه الثانيه وفيلم القاهره 30، الدوله اللي عملت ده. وكان القطاع الخاص بينافس الدوله على هذا المستوى العالي. صحيح. في رمسيس نجيب، وكان في كمان جمال الليثي. راحوا فين كل دول؟ اعتقد العصفور كانت الدوله هتنتجه، بعد كده لما ما انتجتوش يوسف شاهين انتجه بالمشاركه مع الجزائر. وده معناه انه قد ايه الانتاج كان ثري، وكان عندنا استعداد ان احنا ننفق عليه. ممثل واحد اشتغل في فيلم مصري
نجاح ليه؟ هنا بنفتكر سوري محسنة توفيق رحمها الله بهية في هذا الفيلم. أيه. طبعا ألف رحمة الله. أنا عايز مصر حقيقة نستمتع بجزء من الفنون برضو، وبعدين هرجع لك مرة تانية دكتور أشرف. اتفضل نجمنا الأستاذ مصطفى، الجزء الثاني من القصيدة بتاعت الأستاذ عبد العزيز جوي. اتفضل. عملنا منها 15 رباعية. 15 رباعية. فدي إحدى رباعيات. الحان مصطفى خلي بالك. الحان والغناء مصطفى. الحان وغناء مصطفى النجم. اتفضل. ربنا فتح عليه جامد قوي في الموضوع. الشعر حلو، لازم يطلع إنتاج. سيرة الحبيبة يا أستاذ عبد العزيز. عليه ألف صلاة. عليه الصلاة والسلام. أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، لأن الحب مفروض بأمر جاء. أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، لأن الحب مفروض بأمر جاء. وما حبي أكاذبا ولا أهوى، أنا قد جئت للدنيا غريبا كلنا غربا. وما حبي أكاذبا ولا أهوى، أنا قد جئت للدنيا غريبا كلنا غربا. أنا والله، أنا والله، أنا والله من قلبي أحبك يا رسول الله، أحبك يا حبيب الله. دكتور أشرف بيغني برضو. طبعا. وصوت جميل. وعايزين برضو نسمع من حضرتك حاجة دكتور. يلا يا دكتور. جميل. يلا. ده بقى محمد فوزي. خدش حظه بقى.